دخلنا القلعة ذي نقابل الأمير حقهم ذا حق القلعة ذي. هاو جوز دور ايه، خلينا نشوف الحرب. وي ار ات وار وذ كرجت كناتي. حلو، هذا قاعد يحارب الشعب البنفسجي اللي هو عدوي الاساسي من اول، عدو السلاطين. فعدو مملكة السلاطين بيصير عدوي على طول، لانه علاقته مع مملكة السلاطين ممتازة. ف هذا شيء ممتاز. يقول انه يعني في حروب بيننا من اول ومدري ايش من هالكلام. شيء جميل جدا. فنروح التفرن حقهم نشوف ايش فيها، اذا نقدر نبيع العلن ذولا. رولف، واحد اسمه رولف. اخس، هذا شكله محارب بطران. طيب شلون؟ اما 300 دينار يا نفسك. طيب الحين نجي لموضوع بيعة العبيد. فودنا نروح الماركت بليس. هذا وش هي؟ You have several discussions about the price of trade goods. You listen closely trying to work out the best deals around. وش ذا؟ Game saved. طيب as the party member with the highest trade skill 3 to figure out the best goods to trade. بيقول بشوف لك وش افضل الاشياء اللي ممكن تشتريها الحين. الأسعار هنا حقت المواد والأشياء هذه. فيقول لك الحديد هنا يجيب لك 124 دينار، يعني أطلق شيء هنا الحديد. أسعار السمك المدخن، أسعار الحبوب، أسعار اللحم المجفف. حلو، يوريك وين تبيع. آت أحمراد اسماء المدن يعني. فيقول لك ايرون هير ان سيلينجت ات نارا، في منطقة نارا يجيب لك 120 دينار للوحدة. يعني هذا شيء جميل صراحة، خدمة حلوة دي. الحين عندي 118 دينار، ودي امسك ناس وجلدهم صراحة. خلنا نشوف وين نروح، بنهجم على الكرجة كناتي ذولا. عندي الحين ناس. ودي اشوف كيف اضبطهم. ايش ذا؟ Defeated in battle but managed to escape. هذا انا 45 واحد. الله صرت قوي صراحة. أبغى بس ناس، أبغى ناس أجلدهم. خلنا إحنا رايحين في طريقنا الزلايب ذولا في حلمار، شوف إذا في جيش. بس مشكلة لازم أطور وضعي كذا، ما ينفع. لازم أطور الجنود، لازم أسوي مصدر دخل يعني عشان أقدر أضبط وضعي. يعني وضعي مرة خايس. ودنا نهجم على القرية ذي ونزرفها. نوصل هنا. في جيش للسلطان حكيم جاي.
ايش عندهم؟ ما نبغى. وش الحين وش نقدر نسوي؟ ستيل كاتل لوت اند بورن ذا فيليج. خلنا نزرفها ونحرقها. The villagers here are few and frightened and they quickly scatter and run before you. The village is at your mercy. الناس انهبلت ورايحت ذا. خلنا نحوس امها. ما ادري ايش سويت صراحة. Your boat is spotted by Bishmi. The village just has been looted. حركتها. في عندنا جيش هنا 201. الحين وش السالفة؟ In your orders, your troop sack the village. زرف أم القرية. Everything of any value and then put the building into torch. حرقوا المباني كلها. From the coins and valuables that are found, you get your share of 50 دينار. إيش الخياس ذا؟ أخذنا 50 دينار بس. كفو! أما الأشياء دي كلها أخذتها. كفو والله كفو. يا سلام يا حبيب قلب قلبي. لبيه يا شيخ. صرفت أم القرية. حلو. طيب في أشياء مال أمها داعي هنا. طبعا الحين صار عندي أكل بالهبل. صار عندي زيت. هذه أول هجمة على مملكة على مدينة الكرجة كناتي ذولا. هجمت على القرية وزرفت منهم بلاوي. في أشياء تسوى البيع. في أشياء يعني زي الزيتون مدري وش بلاوي أخذت. في أكل والله كثير ودي. بس شوف الأسعار كيف أسعار البيع. هذا الحديد. هذا الحين صار عندي حديد. الحديد بس والله ما أدري. صرت بطران الزبدة. ف شيء جيد صراحة. ودي أشيل واحد من الهايد وأجيب الأكل. طمعان بالأكل ذا. بس أنا الأكل اللي عندي صراحة يعني. خل نرمي الملح ذا ونجيب ذي. ودنا بسموكت فيش بعد. هذا بيف العادي ما هو البيف المدخن. ما هو البيف ما هو اللحم المجفف. لا هذا اللحم العادي ممكن يخرب. فخلينا نجيب السموكت فيش أفضل لنا. الخنزير ما نبغى. نجيب دال الفروت. خلاص كده تمام. زرفنا أم أمها. زرفنا أم أمها زي ما شايفين. تم الزرف. هذه حلمار عاد عندي فيها مهمة. بس كذا ما أقدر. لازم أطور الجيش حقي. ما بدنا أطورهم الحين. زرفناها. في جيش جيشين السلطان حكيم. مشتي لقينا قطيع بقر. درايف ذا كاتل أونوارد برينك هير ذا هير تو ستوب سلوتر سم اوف انيمالز. الله ما ادري. باخذها. كابتن اي دو نوت لايك تو سي اس اتاك انوسنت فيليجرز بيت بي وورير. يقول ما انا داعي نهجم على الضعاف. براي ليت اس تراي تو شو ليتل مور كومباشن هوفلي ات وونت هابن اجين. طيب ابغى قطيع البقر ذا لازم. اوح والله سريع البقر. والله ما ادري. خلنا نذبحها. نذبح واحدة ولا ثلاثة. ذبحها كلها ولا واحدة بس. الله. طيب جيب ذي. هلا جيب لك اكل. طيب مع نفسه. ودنا نهجم على حلمار حنا.
ما احنا قادرين نطور الوحدات، ما نبي نهجم على الابرياء زي ما قال. اما هذا جيش بيس اجريمنت كينغدوم سويدي اند كينغدوم اوف رهودس هاف ميت بيس، حلو صار في سلام بين مملكة السويد ومملكة الرهود، فحاليا احنا في حرب ضد العيال هذول. بس هاجم علينا جيش يا ليل اخ يا هاف ريدد ماي فيليج اوف بشمي ديستراينج ماي بروبيت اند كيلينج ذا تين ايل ميك يو ثينك توايس اوف ريد اخس بيهاجمني كان ديفيت مي اند اي ويل تيتش يو ا بينفول ليسن. طيب انا اوريك we will fight you to the end stay your hand is something I must tell you in private is there no way to avoid the battle I don't want to fight with you do not attack we surrend خان هاجمك ونجردك جلد طيب هذا الجيش حقي الله لا تمرد فيك اصبر بس مشكلة هم فرسان وجيش منظم بيجلدوني جلد بس بستناهم انا والله ما سوينا ولا شيء الله نتفوني نتفوني هذا جيش منظم لا ما مسلم انا مت والله يا شيخ معركة جامدة معاه 18 مدري ايش و 20 ماتوا 25 جرحة هم 12 بس اللي صار لهم جرحة 12 واحد ما جام شيء هم كانوا لا 10 هم كانوا 22 10 ما جام شيء 12 7 ماتوا و 5 واندد جيش منظم هم ما هم هاجم عليهم بخرابيط خذوني كأسير ليهم After consulting with the peers of the realm سلطان حكيم قرر انه ايش the marshal ship للعمير عطيس طال صار في اتفاقية الله ما ادري لقيت طريق اهرب وهربت ثاني مرة اما هذول هم انحش يا ولد تعال هنا بسرعة لقيت طريق انحاش انحشت فنرجع نجي هنا نريح
وش في الحين؟ وش صار معاه؟ يعني رايح عليه الجيش كله، بس يعني هذا وش كرفان مدري ايش صار فيه ضرب بينه وبين جيش وجلدناهم وجلدونا، جلد ام امنا جلد. يا الله يا حاله يا اخي، الله يا حاله. احنا انا لازم اسوي جيش بطران، اطورهم شويه بعدين اطورهم زياده وزي كذا. هذا جرمز لازال موجود، هربت انا وهو. فالحين يعني يا امير هنا صح؟ اميرة هذه طيب. وش الصوت الحين؟ شيء جميل جدا. نجي هنا كم معايا فلوس؟ 22 دينار. يا راجل عاد عندي شيء. زرف الكتاب حقي عيال لذينه، كتابي كان يسوى كثير والله. طيب مو مشكلة. هذا يقدر يشتري مني، بس وش بيشتري؟ أنا أعطيه الأشياء اللي بتخرب. طيب سلام بين الخرجة كناتي والسلاطين يا حبيب قلب بعد ما انجلت. طيب الحين معاي 190، ما ادري شلون جت ايرلي ورث 166. طيب زبدة. خل نروح التفر وشوف ايش السالفة. نفس نروح القلعة نشوف ايش السالفة. هذا أمير. طيب ايش هذا؟ ايش قال؟ ما هذا؟ انا اروح نوين الدنيا تدور، ما حد يبغاني اسوي شيء يعني. ايش طيب ايش تبغاني اسوي؟ طيب نبيع الخرابيط اللي معانا دي، يمكن نجيب لنا فلوس. والله الحديد هنا يجيب. شكله بيشتغل على زرف القرى لين اجيب فلوس بعدين بسحب عليهم. هذه الأشياء تجيب لك ذهب. ف شوفوا كم بيعطوني، 1599 دينار. بحتفظ بالأكل بس. بدأت أطنخ يا يعني. الله بدأت أطنخ. لحظة، هو ما عنده غير 1500، شلون بيطنخني بالله؟ ما عنده غير 587، بيعطيني 1460 بيشتري مني بلاوي. عندي أهم شيء الأكل موجود والعسل موجود وكل شيء موجود. طيب الحين عرفت إيش السالفة، عرفت قوة الجيوش والأشياء دي، إنه لازم ما تقعد تحارب الجيوش بالطريقة دي. هو من أول عارف بس إنه يعني وش أسوي يعني.
كفطوني. طيب الحين اتوقع صار معايا بلاوي. الحين ابدخل المدينة، ابغى اشوف الجلد ماستر. وين الجلد ماستر؟ شوف الحين طنخت، والله طنخت الحين، بدأت اطنخ. ابغى بس الجلد ماستر، بشتري ارض لان اذكر فيه ارض قيمتها 1500 تجيب لك دخل، بس وينها ما ادري. يا اخي ليش هذا جاي هذا الدرج يمشي بشويش؟ يا اخي امشي يا اخي، يا الهي. خير الموسيقى قررت تشتغل. هذا الجلد ماستر، هذا هم. تعال هذا يعطيك راضي، فخلنا ايش، خلنا نسأل عن التجارة. يقول لك هنا في عندنا نقص في الفلاكس بندل، وعندنا نقص في ال يعني عندنا نقص في كل شيء. يقول الطريق حولك دائما خطير هنا في المنطقة دي. هو صادق، كلها باندت وحرامية يعني. ايش رايكم اشتري ارض؟ كوس 1050 دينار رايت ناو. يور ميل وورث 358 دينار اتش ويك. واير ذا جرين نيدد مانفاكتشر. ابي اشوف شيء ارخص، في شيء ارخص من 1500؟ لا 2500. طيب التنري 8000، اعوذ بالله. طيب الواين 5000. زيت الزيتون غالي، حديد غالي، مصنع حديد. ويفري داي وورك، لحظة ما شفت الويفري. ب10000 وين؟ طيب ويفري وول 6000. تميك كم؟ 6000 نفس الشيء. أرخص شيء إنك تسوي محمصة ومخبز، أرخص شيء ب1500 دينار، هذا أرخص شيء. فالأفضل إني وشو؟ ما عندي الحين 1500، صح؟ ما عندي 1500، عندي إلا والله 1600. إيش رأيكم؟ لانه بالعقل ما ابغى اضرب مشوار اماكن ثانيه، فخلنا ايش نجيب الارض ونتفلسف. ما يعني مبدئيا نبغى دخل، انهبلت بعاد عندي اي دخل. حلو، فيري جود. انتربرايز شود بي اب اند رننج ان اباوت ا ويك، خلال اسبوع يبدا الشغل. والنكست يو كم اند ذير افتر يو شود سبيك تو يور ماستر ميلر اباوت اتس اوبريشنز. حلو، يقول بعد اسبوع تلقاها تبدا تشتغل. شو يعني هذا هي المزرعة. أعرفكم أعزائي المشاهدين بأول مصنع في تاريخ حياة أهلي، وأخيرا صار عندي مكان للدخل. نرفس كذا. هذا المسؤول عن المحمص حقي، خلنا نتكلم معاه. مرحبا بك يا سيدي. About 7 days we have to begin. الأسبوع الجاي بيبدون يشتغلون، يجهزون الأمور. عندنا أعزائي المشاهدين هنا أفضل أنواع الدقيق والحبوب، طحين، نسوي خبز، نسوي أفضل أنواع الخبز الفرنسي وخبز التميس. عندنا نسوي تميس يعني أشياء زي كذا زي ما شايفين. يعني اخيرا انا تاجر يعني الحمد لله، انهب الناس واتاجر في فلوسهم. فشكلي بروح انهب قريه ثانيه، انتقم للكرجة كناتي ذولا اوريهم.
شكلها كذا. الحين خلنا نشوف بارتي حق مدينة طورهم ولا لا. ما مدينة طورهم بعد 10 أيام مدينة طورهم وهكذا. هذا أصلا ما يتطور خلقه يعني. الحين صار معي 150 دينار، تكلفة أسبوعية 13، وبعد أسبوع بتبدأ الشغل في البتاع البتاعي. شو اسمه ده، ودنا نروح نتقوى على اللي في الرهودس، والله رهيبين يعني، ضعيفين مرة. الحين انا اشترت على فوق، ليش يجي هنا؟ شي عجيب صراحة. صرت 21 بتكلفة أسبوعية 20 دينار، ومعي 80. بيجي بتجي فلوس إن شاء الله بتجي. لحظة خلنا أشر على هذا المكان وروح الذيب. روح الذيب، لا توقف. روح بلا باندت بلا جنان، روح. بهجول في المنطقة دي. شوفوا بدأ يأكلون من التشيز، بدأ يخلص. عندنا زيت، عندنا خير واجد، خير واجد بعد عملية الزرف. خلنا نتمشى هنا نشوف ايش الوضع يعني. لقينا جيش للرهودس. روح ذاك المدينة. عاد عندي فلوس اجيب اي جيش ولا شيء، ابغى اضرب، ابغى ادعس ناس. ما في هنا ناس اجلدهم. نروح القلعة ذي نشوف في احد شيء. هذه مدينة جلكال، مدينة كبيرة. خل نروح التفر نشوف ايش فيه. ما فيه، يوه والله التفر حقهم زحمة. ايش اسوي ذا؟ هذا بطران ينفع في الحرب، سيج وورك خصوصا في عملية الحصار يعني. هذا في حصار المدن، خذ رجال 300 دينار قال مع نفسك. وش عنده هذي؟ هلا واتس اوكي بروت يونج ليدي لايك يو دوينج ذا بليس لايك ذات. من جد ايش جابك هنا؟ A good question and I shall tell you. My father as well known merchant decided that I should be married to one of his business partners. A man will pass the age of 30. I have been and been daughter all of my life. تقول ابوها بيزوجها بواحد عمره 30 سنة، وهي الظاهر انها ما تبغى هذا الشيء، فعشان كذا جاي هنا في المقهى. تبغى تخرب امها الظاهر، فتقول سو اي ران اواي، انحاشت ولا تبغى تتزوج ذا الشايب يعني. عندهم 30 سنة شايب، او هو عدى عمر 30 يعني، صادق يعني الله ما ادري. طيب انا وش تبغين الحين؟ I shall marry whom I want when I want. تقول انا المفروض انا اللي اتزوج من اللي ابغاه والشخص اللي ابغاه، مو ابوها يقعد يفرض عليها مدري شو. بفت كيبل اوف تين كير ماي سيلف، انا يعني قادر اني اقوم بنفسي يعني، ومسؤول عن نفسي وزي كذا. I was thinking that I should perhaps join a band of gypsies or perhaps a troop of mercenaries. أخس تبي تصير محاربة هذه؟ بقول لها تعالي معانا. Do you? Well, I am in no position to be picky. I would be pleased to join you. طيب بتجي معانا بلاش يعني؟
حلو، بنعلمها المرجلة. والله حشيش، اقص معاه سكين، والله ما سهلة دي. والله عيال اقص معاه حشيش هنا. طيب قريت انقلن، والله ما سهلة دي. صار معانا بنت زين شديد، اتحداكم تسوونها. سويتها انا هنا في اللعبة، سويناها. واحد يقدر يا حبيبي، انا انسان، هذا بروكر نصاب، هذا هو الدعش يسمونه. لا هذا ما يسوي شيء. كان يتلم بورد سلاند، تلم بورد يعلمك كل الاشياء اللي تشوف في الدنيا هنا في القرية الدنيا دي. يعني ما فاضي صراحة اقرا. خل نروح القلعة نتعرف على الذيبان حقونهم. صار معانا بنات محاربين عزام شهدين. اصل الحين ايش ذا، ما في حد. مال الكرش ذا، طيب كيف الاسعار هنا والامور؟ ولا لا لا لا، خاف ياخذ فلوس مني. هد باك هد باك، ودي ادخل ارينا صراحة، يمكن افوز. خلينا نشوف الارينا حقهم شلون. اخس، طبعا الان انا صرت خبير بالموضوع ذا. لا لا مو ثلاثة، وين يا ابو وين؟ الي الله غش، قسم بالله ثلاثة علي، وين يا حبيبي؟ اصبر. ايه اجري اجري يا حبيبي، اجري. عرفت لك انا، عرفت لك. خلنا ما ايش يذبحون بعض، انا بقعد اسوي فيها يعني اني المقاتل المغوار. لا بجري، بتمرن اتمرن، انا بتمرن. لا ماني مطالع لا يمين ولا يسار، خلهم يدعسون بعض. اذا بقى شوف، هذه حركة استراتيجية تخلهم ايش يتجالدون. هم باقي 35 واحد، اذا بقى اخر واحد ذبحته افوز. فبقعد اجري، انا متاكد الحين هم ورايا سرع، ماني موقف. من حقي طبيعي طبيعي اتمرن يعني، متاكد كلهم ورايا. ام عاد في واحد ورايا، سمع صوت السيف قبل شيء. ايوه ايوه يا سلام، ايوه تناعنوا تناعنوا. 33 باقي باقي باقي، انا قاعد اتمرن اتمرن، احب اني اتمرن. الاحول ذا ما اعرف ايش. يا سلام، ارمي 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 لين تقول امين. 31، يلا اللي بعده اللي بعده، النوب اللي بعده. لازم افوز بالارينا ذا، لازم افوز فيه، أنا طفران. والله شكلهم كلهم وراي. ها 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 ها، ايوه شطفت امه. والله اعطاني ضربه ثلاثه دمج، ما جاني. قاعدين يضربون ام هذا، واحد ثاني بسم الله ما ادري رصبا من الجدار. بستمر امشي كذا بالعرض عشان اضيع. 29 اما جاء واحد. طيب يرصبون من الزاويه ذا، زومبي هذول ما هم. ايش ذا؟ 29، تضارب تضارب. يا سلام يا سلام، 28 روح يا الذئب. 27، في واحد قاعد يطاردني لكن من اول يطاردني. يا حبيبي اي كفو كفو كفو، تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا. ايوه اللي وراي، شيل اللي وراي، فكنا منه. 26 اما ها، انطل 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 يا ولد. ايوه يا سلام يا سلام، اموت على صوت دي. يا حبيبي قلب امه، ثلاثه يا حبيبي. هنا اللي وراي اللي وراي اللي وراي اللي وراي، شيل اللي وراي. في نطره بتجي الحين يا حبيبي، تجاهله تجاهله. ايوه 21،
احح فيت شطيف قاعد يجي الفزاعي ذاك من عين جدف شايف انا ابغى اخلي اللي وراي يلبك يلبس فيه قفطوه الظاهر 20 خلنا متجالدون كله مرمان اللي بقوا طيب هذا عنده حجر قاعد يرمي حجر هذول 3 قاعدين يتجالدون هنا 18 انا بتمرن انا باخذ راحتي طيب طيب جاهم جاهم واحد من جسد امه والله كمية الدمج اللي جتني يا ابن الذين وخر وخر يا ليل والله غش يا ليل اقسم الله كانت قريبة والله كانت قريبة طيب ايش ذا هم حطوا لي 40 الحين طيب انا شوية مسختها انا مسختها شوية المفروض انه يعني على الاقل احارب شوية بحيث انه ما كلهم يجون معايا اتوقع هي هذه طريقتها لا تنسون المهارة مهمة ترى في الالعاب فحط فيهم تفحيط انا قاعد اتفلسف اجري انا الله يا مسخره طيب زي ما شايفين يعني كانت محاولة جيدة في هذه المرة بس بحاول فيها زيادة وزيادة أنا أضبطها